بهاليومين شفنا قديش كانت الرياح قوية وشديدة، يعني فعلا كانت الأصوات مخيفة نوعا ما. كان في تحذيرات أكيد لكل الناس. لهيك رح نعرف أكثر إذا لسه في رياح بالأيام القادمة، لسه في منخفضات، شو هي أحوال الطقس بالمحافظات السورية ودرجات الحرارة. معنا بالاتصال المتنبئ الجوي حسان الجردي. يسعد صباحك. صباح الخير أستاذ. يسعد صباحك أستاذ حسان. مبارح يعني كان الطقس بارد جدا وكلنا شعرنا بهذا البرودة، وكان في هطولات ثلجية ببعض المناطق. خلينا من خلال حضرتك نعرف أكثر عن طقسنا، كونه نحن ببداية أسبوع جديد، كيف حيكون؟ هل حنستمر بالمنخفضات أو خلص يعني فينا نقول أنه 1 نيسان هو بداية لارتفاع درجات الحرارة؟ هلا بداية صباح الخير من جديد لك زميلتك الأخبارية. صباح الخير. نحن مثل ما شاهدنا تأثرنا بنهاية شهر آذار بمنخفض كان بارد جدا، مرفق بكتلة هوائية شديدة البرودة والرطبة أثرت على المنطقة، أدت إلى هطولات مطرية ونشاط كبير بسرعة الرياح خلال الأيام الأولى، خلينا نقول من فصل الربيع. هلا امبارح واليوم من أكثر يومين باردين خلال هي الفترة، حرارات أقل من المعدل من 4 إلى 6 درجات مئوية، بس اليوم رح تختلف الأجواء عن امبارح. اليوم رح يكون في حرارات تميل للارتفاع، يعني عم بلش الأجواء تستقر بشكل تدريجي بأغلب المناطق والمدن، يوم في ارتفاع بدرجات الحرارة إن شاء الله. الحرارات اليوم تقترب من معدلاتها، الأجواء بين الصحي والغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا ببعض المناطق بأجزاء من المنطقة الساحلية، في فرصة إن شاء الله لها تدفقات تحليلية من المطر بهذه المناطق. هلا النهار بكره راح يكون في ارتفاع داني بدرجات الحراره، الحرارات تصير افضل من اليوم، ترتفع بمعدل اليوم اذا ارتفعت الحرارات بمعدل 2 إلى 3 درجات بكره في ارتفاع درجتين ثانيين، فبتقترب من المعدلات بشكل كثير منيح، ومثل هذه الفتره من السنه، والرياح عم تكون غربيه لجنوبيه غربيه للخفيفه والمعتدله، خلال ساعات الليل عم تكون الاجواء بارده بمعظم المناطق. البحر خفيف ارتفاع الموج، الاستقرار الكامل والمطلق عم يكون معنا من نهار الاثنين، الاثنين والثلاثاء عندنا استقرار بشكل مطلق في كافه المناطق، اجواء صحوه مع ظهور بعض السحب المتفرقه والحرارات بتطال الارتفاع التدريجي اللي ببلش فيه من اليوم لحتى تصبح اعلى من معدلاتها بقليل. بتستمر معنا حاله الاستقرار حتى يوم الاربعاء خلال ساعات الظهر يوم الاربعاء، بتبلش الحرارات تميل للانخفاض بدءا من يوم الاربعاء نهايه هذا الاسبوع، وتحديدا بالمناطق الغربيه والجنوبيه بحيث تصبح ادنى من المعدل من 2 إلى 4 درجات مئويه، والاجواء بشكل عام عم تكون اجواء غائمه كثيفه تتحول الى اجواء غائمه ببعض الاحيان، ان شاء الله بتكون الفرصه جيده لهطله امطار بدءا من المنطقه الساحليه والشماليه الغربيه والجزيره. الهطولة في المناطق اللي ذكرتها رح تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية ببعض الأحيان. هلا هيدي حالة عدم الاستقرار بدنا نفكر فيها، هذا المنخفض بنهاية الأسبوع تحديدا ببلش من الساحل ومن الشمال الغربي والجزيرة خلال يوم الأربعاء، يستمر معنا تقريبا حتى مطلع الأسبوع القادم. أما درجات الحرارة المتوقعة بدأ من العاصمة دمشق اليوم 18/6 القنيطرة 12/1 القلمون المرتفعات الجبلية 11/1 المنطقة الوسطى 5/5 17/6 الحشكه 14/6 درعا 16/5 السويداء 13/5 الساحل السوري اللاذقيه وطرطوس 16/9 بالشمال حلب 16/5 ادلب 15/7 دير الزور المنطقه الشرقيه 19/8 الرقه 17/8 واخيرا باللاذقيه السوريه مدينه تدمر 17/8. اذا بالمطلق احنا هيدا الاسبوع عندنا ارتفاع بدرجات الحراره واستقرار ان شاء الله راح يكون معنا حتى يوم الاربعاء، نكون على موعد مع حاله عدم استقرار جديده بتبلش من الساحل والشمال.